في المشهد اليمني مشاهدينا، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية اليوم الخميس اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية من محافظة عمران باتجاه خميس مشيط بالسعودية. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن التركي المالكي إن جميع محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، وأكد أن التحالف يتخذ جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين. يحدثنا أكثر في تبعات هذا الأمر الأستاذ محمود حسين، الباحث المتخصص في الشؤون العربية بالمركز المصري للفكر والدراسات. أستاذ محمود، تحياتي لحضرتك في البداية. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الوضع الميداني في اليمن خاصة مع يعني استهداف السعودية بشكل غير مباشر ومباشر ما بين الحين والاخر في هذه التمركزات للميليشيات الحوثية في المشهد الميداني اليمني. دعينا في البداية نتحدث ان المشهد او الساحة اليمنية تشهد بشكل كبير جدا احطاب للنفوذ، انحصار ميداني للنفوذ الحوثي بشكل كبير جدا خلافا للمراحل التي سبقت سيطرة الحوثي على شمال اليمن بشكل كامل، خاصة بعد سقوط صنعاء في سبتمبر 2014. الحوثي الآن أصبح يعاني من انحصار ميداني وانتصار على الأرض بشكل كبير جدا، وبالتالي بدأ مؤخرا من أجل محاولة إرباك التحالف العربي أو التي تقوده السعودية من أجل دعم الشرعية في اليمن، بدأ يوجه ضرباته خارج حدود اليمن، بدرجة أن الحوثي الآن يعني يمكن أن نسمي الإرهاب الحوثي الآن بأنه إرهاب عابر للحدود. فكرة الأداء العسكرية لدى الحوثي بدأت تتطور أيضا بشكل كبير جدا، يعني في أوقات سابقة كان بيستخدم عبوات ناسفة مفخخات، الآن حدث تطور كبير على الأداء الحوثي وأصبح يستخدم الطائرات بدون طيار. فكرة الطائرات بدون طيار هو يعني هي تقنية يمكن للجماعات الإرهابية أو القوائم من هذه الدول أن تحصل عليها بشكل سريع جدا، سهلة التصنيع، تقنية تكلفتها منخفضة جدا وبتقدر تحقق أهدافها بشكل كبير، وبالتالي الحوثي بدأ يتوجه لاستخدام هذه التقنية بشكل كبير. يمكن أصبح خبر فكرة استهداف مؤسسات حيوية أو منشآت حيوية خاصة بالمملكة العربية السعودية ودول الإمارات أصبح خبر شبه يومي دلوقتي. يمكن شفنا في 2018 عدد العمليات اللي تم استهدافها باستخدام الطائرات المسيرة من قبل الحوثيين كانت حوالي 38 عملية، منهم 28 عملية كانت موجهة للداخل اليمني، وما يقرب من 10 عمليات موجهة لأهداف خارج اليمن اتجاه السعودية. الآن أصبح الحوثي يمكن خلال آخر 3 شهور مثلا تجاوز عدد استخدام العمليات الموجهة بطائرات بدون طيار لما يتجاوز 60 عملية، وبالتالي الحوثي وجد في الطائرات بدون طيار وفي هذه التقنية يعني ما يمكن أن يحقق به هدف إرباك التحالف العربي وإرباك السعودية بشكل عام. لكن يعني هذا النهج الحوثي إن دل على شيء إنما يدل على أن الحوثي يعاني من خسارة ميدانية كبيرة في اليمن، يعاني من مناطق كثيرة كانت ضمن نفوذه أصبحت الآن حوزة الحكومة الشرعية بدعم وإسناد من التحالف العربي في اليمن، وبالتالي الحوثي يحاول أن يشتت أو يربك المشهد حتى يستجمع قواه مرة أخرى ويحاول السيطرة على بعض الأماكن. يمكن ده شفناه في الأحداث الأخيرة في الجنوب اليمني بالتحديد، يعني الحوثي أيضا بدأ يعني استهدف مؤخرا معسكر الجلاء في الجنوب اليمني بغرض ايضا برضه تشتيت التحالف وبغرض محاوله استعاده النفوذ مره اخرى في اليمن. اذا يعني عندما نتحدث عن حمايه المدنيين في اليمن وسط كل هذه التطورات ماذا نقول؟ هو للاسف يعني المشهد الانساني في اليمن، يعني الأزمة اليمنية يعني خلقت أسوأ مشهد إنساني في تاريخ اليمن. دعنا نتحدث عن مقتل عشرات الآلاف جراء هذه الأحداث، ما يقرب من ما يزيد عن 3 مليون نازح، هناك ما يقرب من 24 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وبالتالي كل الممارسات الحوثية في النهاية سواء الموجهة في الداخل اليمني أو استهداف مؤسسات مدنية في الخارج ممارسات تتدافى بشكل كبير جدا
مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومع قواعد القانون الدولي العام، وبالتالي لابد من أن يكون هناك تحرك دولي وتحرك أممي غير منحاز للحوثي، تحرك يعني يستطيع أن يطوق نفوذ الحوثي ويستطيع أن يقلل من هذه الممارسات بشكل كبير. يعني شفنا احنا الحوثي دائما ما يراوغ في هذه الأمور، وشفنا مفاوضات ستوكهولم وما تم الاتفاق عليه، ثم بعد ذلك جاء الحوثي لم ينفذ شيء. وبالتالي المعضله الان مع الحوثيين اصبحت في من يستطيع ان يملك الميدان. التحالف العربي اذا استطاع بشكل كبير جدا ان يحسن ميدانيا وعسكريا بشكل تام، وقتها يمكن ان يخضع الحوثي ويقبل الحوثي بشروط التحالف، ومن ثم يعني نضع حد للازمه اليمنيه. لكن هذه الممارسات التي يرتكبها الحوثي يبدو انه يصر على اطاله امل الحرب ابعد من ذلك. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود حسين، الباحث المتخصص في الشؤون العربيه بالمركز المصري للفكر والدراسات. كعاده الان مشاهدينا الكرام، مستمر ومتواصل معكم خلال الساعات القادمه لرصد كل ما هو جديد على الساحه الدوليه والعربيه والمحليه. دائما ابقوا معنا.